من هو المثقف العربي وما دوره في صناعة التحولات الجارية في المنطقة؟ ما مدى امتلاك النخب العربية الوعي الكافي في طبيعة التغيرات العميقة من حولهم؟ لماذا انحاز كثير من المثقفين إلى جانب السلطة في الثورات العربية؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان المثقفون وعلاقتهم بالتحولات في المنطقة العربية